وانت بتتكلمي بمنطق كمان ومبدا يمكن قاله الكابتن محمود الخطيب في طبعا افتتاحيه استاد الاهلي، انه قال هيجي وقت يتكلم وهيجي وقت نرد. لكن هو كان طبعا الكابتن محمود الخطيب انا شايف انه بيتعرض لحمله اعلاميه انا ما شفتهاش، يعني لعبت 15 سنه في المانيا عمري ما شفت ان مثلا دورتموند في المركز الثاني بعد يمكن يكسب البايرن والبايرن متصدر يجي بعض الناس تتكلم ان هو لا ده خلاص الاداره فاشله، الاداره ما تنفعش، اللعيبه ما تنفعش، انا ما بشوفش الكلام ده واول مره اشوفه في حياتي. الحمله اللي بتقوم مش على بس الكابتن محمود الخطيب، على كيان النادي الاهلي واضحه جدا. الاعلام بيتكلم خاصه تحس ان في سكريبت محفوظ بيتقال بشكل واضح جدا. لكن تاني هرجع واقول خلي بالكم يا جماهير النادي الاهلي العظيم، انا بخاطب جماهير النادي الاهلي اللي هي بتحب الكيان، خلي بالكم كويس قوي من هذا، يعني مش هقول خطه لكن هو الموجه العاليه اللي على النادي الاهلي، خلي بالكم كويس قوي، انتوا السند للنادي الاهلي، انتوا نمره واحد ومتعودين منكم كاداره ولاعيبه وعلى مر العصور ان انتوا اللي انتوا الحائط الصد الاول. فان شاء الله باذن الله كل الحاجات اللي بتحصل دلوقتي وكل المهاترات اللي بتحصل في السوشيال ميديا، وزي ما بقول لك سام تاني انا متاكد ان في عناصر مندسه داخل السوشيال ميديا لا تنتمي الى عائله النادي الاهلي، ولكن انا كمان يعني مش عايز اقول لك الان الى حد كبير ان جزء من جماهير النادي الاهلي تبدا تتجر وتبدا تفكر لا ما تقلقش. فانا لا انا لا بناشد لا الجزئيه دي، لا خلي بالكم كويس قوي، جمهور الاهلي الحقيقي واعي للكلام ده كله، وده كلام واضح قوي شايفينه برضو في تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا. واحنا هنرد هنا اعلام باعلام بقى، اذا كان الناحيه الثانيه في يعني سكريبت فهنا في اعلام.